الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العين حق يحضرها الشيطان وحسد ابن آدم. إذا إنسان نظر لإنسان نظرة الحسد وتكلم، قال: ما أحلى هذا الرجل، ما أحلى هذا الإنسان، ما أجمل عينيه، ما أجمل طوله مثلا، فقد يأتي الشيطان ويؤذيه عند ذلك، يشترك هذا وهذا يصيبه بالعين. هذا أمر موجود، قال الله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق أن جبريل عليه السلام علم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوذ الحسن والحسين لما أصيبا بالعين بهذه الكلمات: اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم، ذا الرحمة الكريم، ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عاف حسنا وحسينا من أنفس الجن وأعين الإنس. ومعنى المن القديم الإحسان القديم، لأن إحسان الله تعالى قديم أزلي، كل صفات الله أزلية لا بداية لها، وهذا على مذهب الماتريدية. أما عند الأشاعرة فإحسان الله هو أثر إرادة الإنعام، ولا ضرر في هذا ولا في هذا. ومعنى ذا الرحمة الكريم: يا ربنا، يا ربنا الموصوف بالرحمة أنت كريم. وولي الكلمات التامات أي مستحقها، وهي ألفاظ القرآن والأذكار التي يمجد الله بها. والكلمات التامات هي الكلمات التي ليس فيها نقص. ومن أنفس الجن معناه من الضرر الذي يصيب الإنسان بسبب الجن. وأعين الإنس أي والضرر الذي يلحق بسبب أعين الإنس. وهذا التعويذ الذي علمه جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حصن الشخص نفسه به ينفعه حتى قبل أن يصاب بالعين. والله تعالى أعلم وأحكم.